اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. حنعمل نحن وياكم اليوم سلطة الهندبي. هيدي الهندبي برية مغسلة كتير منيح، نحن بننظفها ونرجع منغسلها، بس منشلها القمع من فوق منشان ما يضل في رمل بقلبها. انا غسلتهم كتير منيح. عندي شوي بدي اعملهم سلطة هندبي. سلطة الهندبي كتير مفيدة، صيدلية بحالها. من هعمل شوي منهم وشوي التانيين هاسلقهم واطبخهم. انا هافرم هون كمان شوية هندبي، بتاكلوا مع البطاطا المسلوقة، مع المجدرة، مع اي شي بتحبوه، كتير مفيد. هيدي هندبي برية بنقلها، ضربتها الشمس. شوفوا بس يكون عندها احمر، يعني الشمس ضربتها وكلها دم ومفيدة كتير كتير للجسم. انا هعمل بس صحن لانه الباقي بدي اسلقه واطبخه. هيك مثل ما شفتوا فرمناهم ناعم، هنضيف لهم حامض وزيت. انا ضفت لها حامض وحضيف لها زيت زيتون، حبه ملح، فيكم تضيفوا لها بصله نفرمها بنعملها جوانح، فيكم تضيفوا لها اي شيء بتحبوه. تطلع سلطه بتجنن ومفيده. وهيك صار عنا احلى جات فيتامين من اله، مش جات سلطه. والف صحه وهنا، ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.